سمعنا عددا من المسؤولين الإسرائيليين منذ فترة يهددون لبنان ويشبهون ما يودون أن يحصل في لبنان مثل ما حصل في قطاع غزة، يقولون على أن على لبنان سيحصل في لبنان ما حصل في غزة. سمعنا ذلك من مسؤولين عسكريين كبار إسرائيليين، وبالأمس أو أول أمس عندما تحدث نتنياهو ووجه رسالة إلى اللبنانيين يقول فيها لبنان بلد جميل وكلام معسول من هذا النحو، ولكن عليكم أنتم اللبنانيون أن تتخلصوا من حزب الله وإلا سيصيبكم ما أصاب قطاع غزة، إذا كنتم لا تريدون أن تصبحوا مثل غزة تخلصوا من حزب الله، هذا معنى حديثه كان. كيف يمكن للبنانيين أن يتخلصوا من حزب الله؟ حرب أهلية؟ هذا كلام غير مقبول وغير معقول، ولذلك أنا أخشى أن تكون إسرائيل أو نتنياهو بالذات يخطط لعملية كبرى في لبنان، لا أعرف جيد. مداها ولا أعرف إلى أين يود أن يذهب، ولكن لا شك أن المخاطر محدقة بلبنان من قبل إسرائيل. نعم. عرجت سعادة السفير على الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل، كونه كما يصف أنه يدافع عن نفسه. بلينكين هاتف الرئيس اللبناني رئيس حكومة تصريف الأعمال السيد ميقاتي وبحث في ذات الاتصال جهود وقف إطلاق النار. في ذات الوقت يتحدث مسؤولون أمريكيون عن أن رقعة الصراع والحرب اشتدت وامتدت ولا حل دبلوماسيا قريبا. كيف تقرأ الموقف الأمريكي سعادة السفير؟ يعني الموقف الأمريكي المعلن هو مطالبة بوقف إطلاق نار، مشاركة مع فرنسا بمشروع لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوما، دعوة إلى حماية المدنيين وغير ذلك. ولكن نعرف أن الولايات المتحدة تعتبر حزب الله منظمة إرهابية، وقد قال بلينكين بنفسه أنه يود أن يرى عدم أي دور، انعدام أي دور لحزب الله في مستقبل لبنان. يعني تطالب الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار فعلا، ولكن ليس لديها، لا أعتقد إذا كانت الإرادة أو الرغبة، ولكن حتى الآن لم نرى من الولايات المتحدة القيام بضغط على إسرائيل لإلزامها على قبول وقف إطلاق النار. والولايات المتحدة عندها جميع وسائل الضغط على إسرائيل، من إيقاف إرسال الأسلحة، إيقاف الأموال، والآن هنالك 20 مليار دولار في طريقها في الكونغرس الأمريكي لكي تذهب إلى إسرائيل بعد فترة، وأيضا الغطاء الدبلوماسي الذي تعطيه الولايات المتحدة لإسرائيل في المحافل الدولية وخاصة في مجلس الأمن، ولكن حتى الآن لم نرى. وأنا وقد سمعت تصريح وزير الخارجية بلينكين في الشرق الأوسط في منذ فترة غير بعيدة، منذ ساعات قليلة، كان بيانا تصريحا جميلا جدا بالنسبة إلى لبنان، ولكن في الختام يقول: ولكن على اللبنانيين بأنفسهم أن يقوموا بما ينبغي القيام به، بما معناه أن يتخلصوا من حزب الله، وكأن في ذلك نداء إلى حرب أهلية داخل لبنان، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا. اللبنانيون لا يريدون حرب أهلية، ولا يريدون إسرائيل أن تقوم بقصف منازلهم وبيوتهم وقتل المدنيين في بلادهم. يعني الأمر فعلا غير مريح إطلاقا.